فتخش في السكرين. اه شايفينها يا دكتور. طيب بص، النهارده احنا انتوا تقريبا في اخر في الاسبوع الثاني من الابدومينال سويلينج، صح؟ ده هو اسبوع واحد. ده اسبوع البروتينيوم. البروتينيوم، طيب جميل. طيب انتوا كده شايفين السكرين، وكده السكرين بتتحرك معاك عادي، صح كده؟ مظبوط. طيب احنا النهارده هنتكلم على اللوكال كوزز اوف اسايتس، اللي منها بعض الحاجات الانفكشس وبعض الحاجات النون انفكشس، ونحاول نبقى منظمين دماغنا وعارفين نفكر ازاي لما يجي لنا عيان اسايتس وانا بعمل له اكزامينشن وبطلب الانفستيجيشنز. الاول خالص، احنا الاسايتس احنا كلنا عارفين، انتوا الاسبوع كله واخدينه وخدته قبل كده، انا عندي اكيوميليشن للفلويد موجوده في الابدومينال كافيتي. دي كومن كلينيكال فايندينج، ممكن تكون الكوز بتاعها بروتينيال، ممكن تكون اكسترا بروتينيال، يعني ممكن يكون المشكله في البروتينيوم وممكن يكون مش في البروتينيوم نفسه لكن ريفلكتد في البروتينيوم. لكن 85% من عيانين الاسايتس بيكونوا حاصلين مع عيانين الليفر سيروز، بالذات في مصر. احنا هنا لما بلاقي عيان اسايتس اول حاجه بفكر فيها العيان ده ممكن يبقى سيروتيك ولا لا. لو العيان مش سيروتيك ببتدي افكر في اسباب تانيه. طبعا ده المنظر الكلينيكالي بتاع عيانين الاسايتس، مش كل العيانين بتبقى بطنهم بالشكل ده وبالحجم ده. ده كده عيان ممكن نقول اللي هو عنده سيبير او تنس اسايتس. وعلى ايدينا اليمين هنا ده المنظر بتاع الاشعه المقطعيه اللي احنا بنشوفها في العيانين اللي عندهم اسايتس. الفلويد بيبقى باين لونه اسود كده، والمنظر ده ممكن نشوفه في السونار برضه. طيب احنا في العموم احنا ممكن يبقى في اسايتس موجود، هو في حد تاني يا جماعه معاه الكنترول؟ انا بس البتاع كانت بتتحرك من غير ما ادوس. انا طب انتوا لسه شايفين، انتوا شايفين اني سلايد في السكرين كده؟ طيب احنا النورمال الفيميل نورمالي ممكن نلاقي فيه عندنا زي بلفك كوليكشن، ما نقدرش نقول اللي هو اسايتس، بس ممكن الاقي بلفك فلويد، وده ممكن يكون مرتبط بالسايكل وفي وقتها ما بيزيدش عن 20 مللي. لكن نورمالي الميلز صعب نلاقي فيهم اي بلفيك كوليكشن او اي فلويد موجود في البلفس. ده لو موجود يبقى انا عندي حاجه باثولوجيكال هي اللي عاملاه. احنا شفنا العين اللي بطنه منفوخه والعين اللي بطنه كبيره دون، ده احنا قلنا ده ممكن يبقى تنس اسايتس، فاحنا عندنا جريدنج الاسايتس. في ثلاثه جريدز بتبقى موجوده. اول حاجه جريد 1 ده بيبقى مايلد وبس، ما بنشوفوش غير بالالترا ساوند. يعني العين ده لو انا عملت له اكزامينيشن ممكن ما اعرفش ان عنده اسايتس. عارفين الكميه بتاعته بتبقى حوالي قد ايه؟ لو حد عارف يقول. ده سؤال، كميه الجريد 1 اقل من 100 مللي تقريبا؟ لا، الكميه اللي ما اقدرش اعمل لها ديتكشن بالاكزامينيشن، اللي هي انا غالبا مش هعرف اشوفها غير بالسونار. مش 20 مثلا؟ لا، 20 ده اللي احنا قلنا اللي ده النورمال اللي هو ممكن الاقيه موجود في الفيميلز وما يبقاش حاجه باثولوجيكال. 1000 سنتيمتر كيوب؟ نعم؟ 1000 طيب انا مش سامع كويس، بس دي حاجه بصوا عليها. خلاص، ايه الكميه اللي انا ما اقدرش اعمل لها ديتكشن كلينيكالي بس ممكن اشوفها بالسونار؟ ولو عيان انا قدرت الاقي فيه شيفتنج دنس موجود وقدرت اعمل ديتكشن للاسايتس، يبقى اكيد الكميه دي اكبر من الكميه بتاعه المايلد اسايتس. طيب جريد 2 بيبقى عندي مودريت اسايتس مانيفيستد، اللي انا عندي سيمتريكال انلارجمنت في الابدومين لكن مش تنس.
جريد 3 اللي هو التنس اسايتس. ايه الفرق بين التنس اسايتس والمودريت اسايتس في الاكزامينيشن لو انتوا بتعملوا اكزامينيشن؟ في التنس بيبقى دال على طول، ما فيش اي حاجه بالظبط بالظبط. التنس بعمله بالترانسميتد سيريال نس ولا بلكس. ايوه بالظبط صح، دي احد اللي انا بعمله بيها ليكم صح. وهو زي ما انت قلت في الاول اللي انا من اول لما بعمل بيركشن في الميد لاين بلاقي دانس. دكتور هو تنس يعني دال بس تنس يعني انا كل البطن مليانه ميه، مفيش جزء ممكن الميه تتحرك فيه فتبقى ريزد، يعني مفيش جزء الميه تبعد عنه، هو مفيش مكان تبعد. فانا لما بعمل بيركشن من الاول بلاقيه على طول ضل من الاول. المودريت انا ببقى الاقيه ريزونانت 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 بعد كده ضل، واعمل شيفتنج دانس الاقي الحته الدانس بتاعه اتغير زي ما انتوا عارفين. لكن العيان التنس ده هو ضل من الاول زي ما انتوا قلتوا، بنجيبه بالترانسميتد ثريل او عموما هو بيبقى كلينيكالي، هو بيبقى دايجنوزد مجرد ما اعمل دانس انا ببقى عارف ان العيان ده عنده تنس اسايتس او ماسيف اسايتس. طيب نقطة مهمة جدا في أي عيان أسايتس، ودي كورنر ستون بتاع المحاضرة وإحنا بنفكر العيان ده سبب الأسايتس إيه، هي الأناليسيس بتاع الأسيتك سامبل. أنا أي عيان بيجيلي عنده أسايتس طبيعي هفكر إن أنا أشوف عنده السيرم ألبومين والسيرم توتال بروتين صح؟ عشان أشوف العيان ده عنده هايبو ألبومينيميا ولا لأ، ممكن تبقى هي سبب الأسايتس ده. لكن من الحاجات المهمة جدا اللي أنا أخد كمان سامبل والريكومنديشن كلها اللي أنا أي عيان أسيتك admitted في المستشفى اخد له سامبل، او اي عيان اسيتيك نيولي دايجنوزد اخد له سامبل. يعني مش عيان كرونيك ليفر وليفر سيل فيلير وهو اسيتيك وبيتابع بقاله 3 4 سنين وعارفين ان عنده اسايتس، مش لازم اخد له سامبل كل مره الا لو عندي نيو ايفنت زي ما هنقول. الاسيتيك سامبل دي انتم متخيلين احنا المفترض نشوف فيها ايه او ايه الداتا اللي ممكن تديها لنا؟ الوايت سيلز سيلز ايوه عددها وبريدومينانتلي انهي نوع نيوتروفيلز ولا ليمفوسايتس. بشوف البروتينز والساج ايوه كل دي حاجات ممكن نشوفها. بس عارفين اول حاجه ممكن سيتولوجي كمان مهم بشوفها، بشوف لون نفسه ومنظره الفلويد صح. فانا الكلام اللي قلناه انا كل عيان لازم اخد له سامبل، ولازم هي النقطه في نقطه ديبيت بقول انا دلوقتي انا بعمل سامبل دي بعمل بانكشر بنيدل او بكانيولا عشان اخد السامبل دي. فانا مهم ابقى عيني على البليدنج بروفايل، ما العيش بقاش العيان دون عنده بليدنج تندنسي عشان ما يحصلش بليدنج. فاحنا عاده اي انترفينشن بنبقى عايزين الاي ان ار يبقى حوالي 1.5، بس في العيانين دول ممكن لحد 2.5 ممكن نسحب. اكتر من كده الموضوع بيبقى ديبيتابل شويه، لكن ما بيكونش فيه مشكله كبيره لو احنا هنسحب بنيدل صغير. بنسحب السامبل دي ازاي؟ بنسحبها ازاي؟ يكون الترا ساوند جايدد ولا ايه؟ لا مش لازم الترا ساوند جايدد، دي لو انا عندي كميه قليله قوي. اللي هو العيان اللي هو احنا كنا قلنا عليه في الاول اللي هو عنده مايلد، اللي انا اصلا كلينيكالي ممكن ما اقدرش احس الاسايتس ولا اعرف مكانه فين، ففي وقتها انا مش عارف اسحب وانا مش قادر احس. ففي وقتها بحتاج ابص بالالترا ساوند واشوف كميه الفلويد اللي موجوده دي ويدخل بنيدل. لكن جنرالي في العادي لو انا عندي مودريت اسايتس او تنس اسايتس او نقول كلينيكالي ديتكتد اسايتس، انا ممكن بسحبها انا بيت سايدد بنيدل زي اللي احنا شايفينها هنا كده. الكلام اللي مكتوب ده اللي انا باخد 3 سنتي فوق وشمال الانتيريور سوبيريور اليك سباين اوكي، لكن انا ميلي بعتمد على البركشن، بعتمد ان انا ابقى واصل لحته ديبندنت وفيها بول من الفلويد. انا بعمل بركشن لقيت الفلويد موجود، بنزل تحت شويه تحت اكتر واجي لحته ديبندنت، فانا متاكد ان هنا في فلويد كتير، وبندخل بالنيدل بعد ما نعمل السيراليزيشن ونسحب السامبل بتاعي. نفس الطريقه دي اللي بنعملها لو هنعمل تابنج الاسايتس، مع وقتها بيبقى في تريكه ثانيه بنعملها عشان ما يحصلش ليك، عشان بعد ما اشيل الحاجه اللي انا بعمل بيها تابنج سواء الكانيولا او اللاين السن اللي موجود ما يبتديش الفلويد ده يرجع لبره. فبنعمل كده زي ايه، زي زجزاج لاين، ما بدخلش على طول بعمل بانكشر ستريت، انا بدخل تحت الجلد مايل وامشي تحت الجلد سنه بعدين اعمل بانكشر اكني عامل فالف كده. متخيلين يا دكتور هو ايه الفرق بين التاب والباراسنتيسيس؟ طيب ما هو التابنج هو الباراسنتيسيس،
انا في الاخر انا اما اللي انا بعمل باخد سامبل زي اللي انا باخدها دي, او اللي انا عايز افضي الاسايتس اللي موجود ده اطلع لارج فوليوم مش بس مجرد باخد سامبل. يعني ممكن العيان اسحب منه 8 لتر 10 لتر 12 لتر 6 لتر حسب الانديكيشن بتاعتي وحسب انا عايز اسحب ده ليه. وقتها بيبقى الطريقه مختلفه, مش مجرد بسحب بالنيدل بس, لا ده انا بوصل لاين وبوصله على على كيس بره او على 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 ازازه او على حاجه, ابتدي اسحب بقى كل ما املى 2 لتر اغير 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 لحد ما اجيب الكميه اللي انا عايزها. لكن طريقه البنكشر لو واحد لو كيس سيفير يعني وانا كده كده هعمل لها تابنج يعني ممكن اخد السامبل معاها بنفس المره يعني. احنا بنعمل كده فعلا, برافو عليك, احنا بنعمل كده لما بنيجي في وقتها لو انا عيان كده كده هعمل تابنج, بعمل البنكشر بتاعتي بالكانيولا اللي انا هعمل بيها التابنج, وبقوم حاطط سرنجة ساحب اول 10 سنتي او 20 سنتي وبعد كده اقوم وصلها على اللاين اللي هقعد افضي بيه. طيب اول نقطه بعد ما بعمل السامبل دي زي ما انت قلت ان انا اشوف اول حاجه لونها ايه اصلا, شكلها ايه, دون هيديني إيه انطباع وممكن يخليني اشخص او امشي في طريق اسهل للتشخيص قبل ما اكمل بقيه الحاجه. هي شكلها سيرس شكلها عادي, ده اللون الطبيعي اللي انا هشوفه في الاسايتس, ولا تربد كلاودي شكلها كده انفكتد ده ممكن عمل كما لو كان بس, ولا ميلكي شكلها كايلس اسايتس, ولا بلادي شكلها مالجننت اسايتس او في تروما اللي موجود جوه الاسايتس دون حاجه بوست تروماتيك, ولا لونها دارك براون ده يبقى بايل عنده يبقى عنده بيليري ليك, عيان يكون عمل مراره وبطنه اتنفخت بعدها بعد العمليه ونيجي نسحب نلاقي المنظر ده طالع ده البايل عمال يطلع بره عشان في كومبليكيشن حاصله جوه. فاول نقطه المنظر اللي انا بشوفه والفيجوال اسيسمنت دي اول حاجه بعملها لما بسحب السامبل. ايه بقى التحاليل اللي بعملها؟ انت قلت الكلام ده كله بس مهم ابقى انا مرتب دماغي وعارف ايه الحاجه اللي لازم اعملها روتين وايه الحاجه اللي لو عملتها كويس, في الحاجه نادرا لما بعملها وفي حاجات ملهاش لازم اعملها اصلا. خلاص, فالمهم اللي انا اعمله لازم اعمل بروتين والالبومين, التوتال بروتين والالبومين دول مهمين, لازم اعمل السيل كاونت والديفرنشال, والديفرنشال مهم جدا 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 زي ما هنيجي نقول, ولازم اعمل كالتشر عشان اشوف لو انا عندي سيلز نوع وفي انفكشن نوع الاورجانيزم دوت ممكن يبقى ايه. الحاجات الاوبشنال اللي انا اعمل جرام ستين عشان اخد كده انطباع سريع كده انا لو عندي اورجانيزم هو شكله ايه, الجلوكوز والاميليز من الحاجات الاوبشنال, الاميليز تحديدا لو انا شاكك ان في دي حاجه ريليتد للبنكرياتايتس. بقيه الحاجات الثانيه اكوردنج للتوقع بتاعي, يعني انا دلوقتي سحبت السامبل ولقيتها لونها طالع ميلكي يبقى في وقتها هطلب سايجرس رايتس لو انا عايز اتاكد دي كايلس اسايتس ولا لا. لقيتها لونها طالع بني بشكلها بايل يبقى هعمل بيلروبين. عشان كده العينه لما بسحبها وبشوفها الاول ده ممكن يفرق معايا انا هطلب ايه ويفرق معايا في الخطوه الجايه اللي انا هعملها. طيب هنا الكلام اللي احنا كنا بنقوله بقى, لو انا في الاول سحبت انا سحبت الاسيتيك فلويد وبشوف اللون بتاعه لقيته ترانسبيرنت او يلو او كريستال كلير وده اللون الطبيعي, وقتها بقى انا مهم بالنسبه لي اشوف الساج زي ما انت قلت انا اقل من واحد واحد ولا اكتر من واحد واحد, لان احنا بنتكلم باسيتيك سامبل عاديه موجوده هنا عشان ابتدي اشوف بقيه الديفرنشال بتاعي. طيب لقيته انا لونه بلادي او ميلكي او دارك براون حسب زي ما احنا قلنا, هبتدي اطلب الانفستيجيشن اكوردنج زي ما قلنا, انا لو لقيته ميلكي هطلب التراي سايجلس رايدز اتاكد هو كايلس اسايتس ولا لا, لقيته بلادي هطلب هشوف اذا كان ده حاجه تروماتيك ولا لا, ولا العين عنده مالجننت عنده يعني ليفر تيومر مثلا وحصل لها رابشر عنده بليدنج تندنسي هي اللي عملت ده, ولا انا اللي خرمت وانا بعمل خبطت في حاجه فجبت بلاد في قلب الاسايتس. تعرفوا ممكن نفرق بين الاثنين دول ازاي؟ الاتروجينيك هيفيد بعد شويه. بالظبط, انا لو انا اللي خبطت انا لو انا دخلت جوه فيسل ولا حاجه وسحبت وطلع لونه بلادي وسبت سرنج هيحصل ايه في السرنج دي بعد شويه؟ هتروح لونها هيروح هتتجلط زي لو انا سحبت اي بلاد سامبل من اي ارتري او اي فين وسبتها بعد شويه هتتجلط, لكن لو انا البلد ده موجود فري في البروتينين مش هتجلط. طب يبقى في اصلا اوريدي حصل كونسامشن للكواجيليشن كاسكيدز بتاعته ففي الاخر ده عمره ما هيتجلط, يعني ده بعيدا عن الموضوع. بس تاني كده دكتور معلش ما فهمتش. طيب انا دلوقتي دخلت ودبيت سرنجه في بطن العيان وسحبت سامبل طلع لونها بلد,
بس انا مش متاكد قوي بقى ده البلد ده انا خبطت انا دخلت جوه فيسل انا ياتروجينيك انا وانا بقى بدخل السرنجه او لو بدخل حاجه اكبر بقى خبط دخلت في فيسل ولا لا ده هو ده اللي موجود في البروتينيوم فري اللي موجود في البروتينيوم ده اوريدي ده بلد كان فيه نزيف حصل وممكن يبقى فيه شويه كلوتس موجوده جوه لكن اللي طالع لي دون ده اسايتس مع بلد وخلاص ما فيه كونسامشن للبليدنج كاسكيدز هو اصلا مش طالع من فيسل فده مش هتجلط لو تنيتني سايب السرنجه بره ساعه مش هيحصل لها حاجه هتنيها بنفس المنظر لو انا اوريدي دخلت بفيسل بقى وسحبت البلد دون وسبته هيتجلط زي اي بلد سامبل انا هسحبها لو ما تعملش معاه على طول هتتجلط طيب بيكون في فرق ما بين الماليجنانس ما بين البليدنج مع الماليجنانسي والبليدنج بسبب ابدومينال تروما لو الاثنين اوريدي حاصلين انترا بيرتينيال والاثنين موجودين مش هيبقى في فرق غير الفرق بقى ان العيان اللي بسبب التروما هتلاقي العيان فايتالي مش ستيبل يعني اكيد العيان ده لو انا عندي كميه بلد وصلت ان هي عملت اسايتس يبقى العيان ده فقد له بطنه على الاقل 2 3 لتر هلاقي العيان ده فايتالي مش ستيبل الا لو اصلا الكورس هيجي مختلف صح يعني واحد هيجي حاجه اكيوت مره واحده بعد التروما وواحد جاي لي بقى مثلا صح ممكن وممكن اوقات بيبقى في عيانين عندهم حاجات بنقول ايه بتقوس كده بتنز بس كده ايه حاجات خفيفه عيان بص اوبراتيف وكويس وكل حاجه بس عنده حاجه عماله تنقط فيبتدي يتجمع خلاص دايما دايما اللي انت بتقوله ده كومن بس انت لما تطلعوا في البراكتس بقى هتلاقوا يعني مفيش حاجه مسطره خالص لو انت عايز تلاقي سيناريو لكل حاجه ممكن تحصل فيه لكن طبعا هو كومن كده هيبقى الكورس مختلف خالص طيب انا لو انا سحبت السامبل ولقيتها لونها كريستال كلير ولونها يلو زي ما قلنا انا اول حاجه هبص على الساج فانا الساج ده انتوا اكيد اتكلمتوا عليه قبل كده في خلال الكورس بتاعكم المهم بالنسبه لنا هنا الساج اللي هو اقل من واحد لواحد ده اللي بيعمل لوكال كوز اوف اسايتس اللي معظم الحاجات دي هي لوكال كوز او انفكشس كوز اوف اسايتس وهو ده المين سكوب بتاعنا النهارده طيب الكوز اوف اسايتس لما انا عندي نورمال بروتينيوم وده اللي انتوا كنتوا خدتوه ماشيين فيه وبتسمعوه نورمال بروتينيوم والساج بتاعي اكتر من واحد واحد زي حاجات البورتر هايبرتنشن او من الحاجات اللي يبقى فيها الساج قليل اقل من واحد واحد لكن البروتينيوم نورمال زي عيانين النفروتيك او العيانين اللي عندهم لوزنج انتروباسي عموما العيانين اللي عندهم لوزنج انتروباسي او اللي عندهم مانيوتريشن دول هلاقي في وقتها عندهم الهايبو البومينيا ونورمال بروتينيا والساج بتاعنا اقل من واحد لواحد وفي رير كوزس هنقولها دلوقتي النقطه بقى المهمه بالنسبه لنا اللي هي البروتينيال ديزيزز اللوكال كوزس في البروتينيوم اللي ممكن تعمل اسايتس وعاده هلاقي الساج بتاعي اقل من واحد لواحد زي ما احنا قلنا ممكن تبقى حاجات انفكشس كوزس زي تي بي زي الفانجل زي الحاجات الاتش اي في اسوشيتد او البكتيريا البروتينايتس او مالجنانت بمختلف الانواع دي كلها اكزامبلز بس اي بروتينيال تيومر ممكن تعمل كده اي اوفيريان تيومرز ممكن تعمل كده اوقات ايفن حتى الهيباتوسيلولار كارسينوما ممكن تعمل كده بس بتحتاج شويه يعني شويه شروط عشان تعمل ده او يبقى عندي اذر رير كونديشنز اللي يكون عندي فاسكولايتس ممكن تعمل اسايتس اف ام اف جرانيولوميتس بروتينايتس التي بي جرانيولوميتس بس ده كازييتنج جرانيولوم في نان كازييتنج جرانيولوميتس ديزيز زي ايه زي ساركويدوزس ممكن من الحاجات اللي تعمل اسايتس طيب اول نقطه وهنتكلم سريعا على الكوزز دي البكتيريال بيرتونايتس البكتيريال بيرتونايتس اما ان هي تكون سبونتينيوس او اللي بنسميه الاس بي بي او السكندري بكتيريال بيرتونايتس او السكندري بكتيريال بيرتونايتس السبونتينيوس بكتيريا البروتونايتس دي بنشوفها اكتر في العيانين الكرونيك ليفر اللي هو عيان اصلا من الاول عنده اسايتس والاسايتس ده مش بسبب انفكشن ولا بسبب ان عنده مشكله تانية هو في الاخر ده موجود بسبب الليفر كونديشن اللي موجود عنده والليفر سيل فيلير اللي موجود فالعيان عنده اسايتس والعيان ده اميونو كومبرومايزد فعرضه ان شويه الاسايتس اللي موجودين في البطن دول يجيلهم اوفرلاينج انفكشن طيب استاذنكم يعني دقيقه واحده يا شباب بس كده دقيقه واحده ارد عليكم
اي شباب اي شباب سامعيني؟ تمام. طيب يبقى احنا قلنا spontaneous bacterial peritonitis دي peritonitis من غير ما يكون عندي source of infection. عادة بنشوفها في العيانين chronic liver disease اللي هم already عندهم ascites وعندهم العيانين عندهم immunocompromisation فبيبقى عرضة اكتر ان ممكن يجي لهم infection على ascites اللي موجود ده. دايما بيحصل عن طريق translocation من الانتستينال بكتيريا او يجي مع بكتيريميا تبقى موجودة في الجسم لأي سبب فيحصل infection على ascites اللي موجود. الموست كومن اورجانيزم الجرام نيجاتيف بتبقى الكليبسيلا والايكولاي ممكن تحصل بالجرام بوزيتيف لكن ما بتحصلش بالانيروب خالص مش اسوشيتد بالسبونتينيوس باكتيريال بيرتونايتس. البرزنتيشن بتاعتنا بلاقي عيان اصلا اسيتيك يعني مش هتيجي سبونتينيوس باكتيريال بيرتونايتس او مش هيجي باكتيريال بيرتونايتس على عيان مش اسيتيك وغالبا بلاقي عنده فيفر بس عاده ما بتكونش هاي جريد فيفر بتبقى لو جريد فيفر بيبقى عنده abdominal tenderness و rebound tenderness وده مهم جدا وبيبقى العيان غالبا liver cell failure عيان عنده other features of liver cell failure عيان end stage liver disease decompensated بطنه كبيرة فيها مية جاله عليها infection بعد كده احط ايدي على بطنه اشيلها الاقي الوجع بيبقى ازيد لما بشيل ايدي rebound tenderness ده على طول بفكر ان عنده spontaneous bacterial peritonitis ودي حاجه very common ان تحصل مع عيانين الكرونيك ليفر ديزيز ودول بيستفيدوا كويس جدا من الثيرد جينريشن كيفالوسبورين والمفترض ادي اول ما اشوف انا جالي عيان كرونيك ليفر وعنده اسايتس انا بطني بتوجعني بقالي يومين يا دكتور بحط ايدي على بطنه بشيل ايدي لقيت العيان نط من على السرير خلاص يا حاج انت غالبا اس بي بي وهسحب له بقى اللي انت قلتوه اقوم ساحب سامبل اسيتيك سامبل اشوف السيل كاونت واشوف الديفرنشال بتاعها وابعتها الكالشر لكن ما استناش اقوم مديله على طول الانتيبايوتيك سيرج جنريشن وانس اللي انا سسبكتد اديله بعد ما ياخد السامبل اسحب السامبل وبعد كده اديله على طول ابتدي التريتمنت بتاعي. طيب العيان دون خد التريتمنت وخف وبقى كويس وطلعت السامبل بعد يومين ولا حاجه اكدت لي الكلام ده وكويس خالص هل العيان ده محتاج اديله بروفلاكسز ولا لا محتاج اديله بروفلاكسز اجينست ان يجي له تاني SBB ولا لا؟ لو انا عندي عيان كرونيك ليفر ديزيز وليفر سيل فيلير وجاله قبل كده ايبيسودز اوف SBB انا محتاج اديله بروفيلاكسز لل SBB اديها له لمده قد ايه؟ اديها له على طول بديله على طول بروفيلاكسز بس ممكن بنديها وانس ويكلي او تو ويكلي لكن بديها له على طول طول ما هو عنده اسايتس لو بقى ما فيش اسايتس ممكن اوقفه. طيب جالي عيان عنده جاسترو انتستينال بليدنج وسيروزس ده انا بديله بروفيلاكسز لمده 7 ايام خلاص. طيب بقيه الكلام مش مهم قوي انتم مهم بالنسبه لكم اول نقطتين دول الثانيه دي ديتيلز شويه مش هتفرق معانا لكن اول نقطتين العيان الاس بي بي اللي عنده اسايتس وجاله اتاك مره بديله بريفنشن عشان ما يجيلوش ريكرنت اتاك والعيان اللي عنده جي اي تي بليدنج بديله بروفيلاكسز حتى لو ما جالوش اس بي بي عيان عنده اسايتس وجاله هيماتيمسيس وانا عالجت الهيماتيمسيس بديله 7 ايام عشان ما يحصلوش اس بي بي لان العنده بيبقى عنده زي شويه بكتيريميا بالذات وبعد ما بدخل وبعمل منظار وبعمل باند لايجيشن او بعمل انجكشن بيبقى عنده بكتيريميا بيبقى عرضه ان ممكن يجي له اس بي بي فانا بديله بروفيلاكسيس. تمام دكتور يعني لو واحد عيان عنده سايت جاله وانا اتاكو في اس بي بي ده indicated اللي هو يمشي على بروفيلاكسز من الاس بي بي بعد كده على طول. العينين لما بيجي لهم ريكرنت اتاك اوف اس بي بي بيبقى عرضه ان يدخلوا في هباتو رينال سندروم فلاقوا ان هو كوست افكتيف ان العيان ده وانس ان جاله بيمشي على بروفيلاكسز انديفينيت زي ما احنا قلنا كده لما مكتوب هنا او لحد ما يبقى ما فيش اسايت العيان ده بقى كنترول اديته دايريتكس وبقى كنترول العيان ده زرع العيان ده عمل تيبس اي سبب بقى ما فيش اسايتس مش هديله فوقتها بروفيلاكسز. دكتور البروفيلاكسس بيبقى بالكيفالوسبورين برضو؟ لا لا بندي في وقتها كينولونز وممكن في وقتها تتاخد وانس ويك. دكتور هو احنا ممكن نديها لحد مثلا مرس السبتبر ان هو يجي له اس بي بي بس ما جالهوش اتاك قبل كده؟ لا لا ما بنديش خلاص احنا بندي للعيان اللي جاله قبل كده او عيان عنده بكتيريميا زي ما احنا قلنا زي العيان اللي عنده ابر جي اي تي بليدنج. ده 7 دايز بقى صح؟ 7 دايز بس طيب بقيه الكلام بقى
زي ما قلنا ده ديب شوية، ده ديب كهيباتولوجي يعني، وفيها حاجة شبه اللي بتقولها لو أنا عندي عيان ساسيب. طب ده أنا عندي عيان ومحجوز في المستشفى والتوتال بروتين بتاعته قليلة والأسيتيك، فده ممكن يجيله عيان تشايلد سي والكلام ده كله مش بتاعكم خالص دلوقتي، انتوا مين اللي تبقوا عارفين الاثنين دول. السكندري بكتيريال بيروتونايتس دي أكتر كوزز بتاعتها جراحية. أنا هنا عندي كوز، إحنا زي ما قلنا السبونتينيوس أنا فعليا ما عنديش كوز، انا عندي عيان عنده اسايتس فهو عيان اميونو كومبرومايزد وبيجي له انفيكشن على الاسايتس اللي موجود اللي هو كان سترايل بالاول كلير ما فيهوش حاجه خلاص. السكندري بكتيريال بيرتونايتس ده انا عندي كوز غالبا سيرجيكال كوز، انا عنده ابندسايتس وعملت كوليكشن عملت ابسس وعملت بيرتونايتس، عيان عنده دايفرتيكولايتس وكومبليكيتد بدايفرتيكولار ابسس وعملت بيرتونايتس، عيان عنده بيرفوريتد السر بيرفوريتد جول بلادر، كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تعمل secondary bacterial peritonitis. generally الacetic fluid analysis لما انا بحمله وبشوف السيل كاونت، السيل كاونت بتاعتي بتبقى اقل من 500 والنوتروفيلز اقل من 250، ده الطبيعي. لما بيكون عندي bacterial peritonitis بيبقى عندي السيل كاونت بتاعي بيبقى زيادة، والاهم ان السيل كاونت زياده الديفرنشال بتاعي بيبقى النوتروفيلز بتاعتي اكتر من 250، وعاده بيبقى فيه سنجل اورجانيزم، بيبقى عندي اورجانيزم واحد بيظهر في الكالتشر. السكندري بكتيريال بيرتونايتس بيبقى عندي مالتيبل اورجانيزم، ودي احد الحاجات اللي بتفرق بينهم. تمام، في تفاصيل هنا شويه برضه مش يعني مش مطالبين بيها، بس في تفاصيل في فكره الاورجانيزمس والكاونتس والكلام ده. انتوا اهم حاجه تبقوا عارفين السبونتينيوس او الاس بي بي بيبقى سنجل اورجانيزم بيبقى النوتروفيلز عاليه، السكندري بكتيريال بيرتونايتس النوتروفيلز عاليه وبيبقى عندي مالتيبل اورجانيزم. دكتور مش بتقول الاورجانيزم البكتيريا تبقى اعلى من البرايم من السبونتينيوس ولا مش فارقه؟ في الاخر احنا الاثنين اعلى من 250، مش هتفرق يعني، احنا مش هتفرق معانا اللي دي، لا يعني دي ممكن تبقى كبيره خالص، مش معنى كده ان هي سكندري. انا اللي يفرق معايا مالتيبل اورجانيزم ولا سنجل اورجانيزم، وعشان اقول ان هي بكتيريال بيرتونايتس من الاول يبقى انا عندي النوتروفيلز هي العالي، لان زي ما لسه هنشوف تاني ممكن يبقى السيل كاونت عالي لكن نوع الديفرنشال مختلف، ففكر في تشخيصات مختلفه. تمام دكتور، والسبونتينيوس بكتيريال بيرتونايتس ما بيبقاش لوكال اسايتس صح؟ بيبقى في كمان present with edema صح؟ بس secondary؟ ده غالبا في نسبة يعني أعلى نسبة بيكون موجود معنيين إن هم chronic liver disease وعندهم ascites وغالبا بيبقى سبب portal hypertension. بس secondary bacterial peritonitis بيبقى localized غالبا صح؟ localized أو الكوز عندي كوز، عندي surgical كوز زي ما احنا قلنا. فكرة local غير localized، يعني إيه local؟ يعني local دي يعني أنا عندي المشكلة local في البروتينيوم زي ما احنا هنشوف كده، مش المشكله اللي انا عندي هايبو البومينيميا مثلا خلاص. لكن لوكالايزد انا ممكن يبقى مشكله في البروتينين بس هو لوكالايزد، هو سيبيتيتد في حاجه معينه مخليها موجود في حته واحده. اللوكال غير لوكالايزد، لما بنقول لوكال اسايتس مقصود بيها ان الكوز بتاعه لوكال في البروتينين. دكتور ماش، واحد ممكن تقول تاني الميكانيزم ازاي السيروزس يعمل لي السبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس؟ ومش السيروزس اللي بيعمل، انا عندي اسايتس موجود ومفيش كوز اكتر من اللي انا يحصل ترانسلوكيشن للبكتيريا سواء من الجت سواء حاجه هيماتوجينس نتيجه ان في بكتيريميا موجوده. عيانين بقى كورونيك ليفر هم اوريدي سسبتبل لان المناعه بتاعتهم قليله ان يجي لهم انفكشن، وانا عندي شويه ميه موجودين في البطن، فدول بقوا حاجه كده يعني ايه غرض وهدف للبكتيريا اللي تعرف توصل لها توصل لها. والعيان الكرونيك ليفر اللي وصل ان عنده اسايتس غالبا هو العيان دون دي كومبنسيتد، ده في مرحله متقدمه فمناعته قليله فبيبقى سهل ان يحصل انفكشن للميه اللي موجوده دي. نيجي بعد كده مش هو سكند لازم يكون مالتيبل؟ سكند لازم تبقى مالتيبل. طيب التي بي او التوبيركلس اسايتس او التي بي بيرتونايتس، التوبيركلس عموما لما بيجي في الجي اي تي ممكن يجي كجاسرو انستاينال، يجي في التيرمينال ايليوم، يجي في الكولون، او يبقى جاي ميزنتريك ويبقى جاي في الليمف نودز، او يبقى جاي بروتونيال، او يبقى جاي في سوليد اورجان، يبقى جاي في الليفر، يبقى جاي في الكيدني. خلاص مين اللي احنا الفوكس بتاعتنا النهارده على التوبيركلس البروتينيال توبركلوزس،
ودون one of the extrapulmonary infections او manifestation من التي بي. عموما الناس التي بي بيزيد الانسيدنس بتاعته ويزيد ان يبقى مور ديسيمينيتد وممكن يبقى موجود اكتر اكسربالمونري في العيانين اللي الاميونوكمبرومايز العيانين اميونوكمبرومايز المناعه بتاعتهم قليله زي العيانين السيروتيك. عشان كده احنا مش حاجه انكومن ان نلاقي عيان عنده دبل ايتيولوجي, نلاقي عيان كرونيك ليفر وعنده تي بي بيرتونايتس, وفاتا الموضوع بيبقى كونفليكتنج شويه عشان نوصل للتشخيص. عشان كده لازم تبقى دماغنا متنظمه زي ما هنيجي نتكلم. عيانين الاتش اي في طبعا, عيانين دايبيتك في بعض الاوقات, لا مش كل عيان دايبيتك يعني اميونو كومبرومايزد ومش كله ممكن يجي له ده, لكن دي ريسك فاكتورز, احد الريسك فاكتورز. العيانين اللي بياخدوا كيمو ثيرابي, العيانين اللي هم عندهم مالجنسيز وبياخدوا كيمو ثيرابي او بياخدوا تي ان اف حاجات البيولوجيكال تريتمنت لاي سبب ما, الحاجات دي كلها بتقلل المناعه فبيبقوا عرضه ان ممكن يجي لهم اكسربالمونري تي بي لو هم عندهم تي بي بالذات, او يجي لهم عموما تي بي. والعيانين اللي بيعملوا بروتينيال دياليسيس ده يعني احد التايبس الاولد تايب اوف دياليسيس اللي هم كانوا بيغسلوا العيانين بروتينيال, اكيد انتوا هتاخدوا الكلام ده او سمعتوا عنه, ده هو الريسك فاكتور اللي ممكن يحصل بروتينيال تي بي. الكلينيكال برزنتيشن بتاعت العيانين دول بيبقى فيها جزء كبير جدا من العيانين اللي عندهم تي بي اصلا, بلاقي عندي ويت لوس, لوس اوف ابيتايت, فيفر, نايت سويتنج, ده كله الفيتشرز بتاعت التي بي. بس بلاقي كمان عنده اسيتك, ممكن الاقي عنده بالبابول ابدومينال ماسز, لان التي بي لما بيجي بيلزق الدنيا, فممكن يعمل بقى زي ما زميلكم كان بيسال دلوقتي مش بس لوكال كوز لا لوكالايزد, يعني شويه الاسايتس ممكن يبقوا محشورين موجودين في حته معينه من البطن مش البطن كلها, بسبب ان في ادهيجنز كتيره والدنيا ملزقه خالص وفي اكسيد كتير والدنيا مش كويسه وفي الانفلاميشن وفايبروزيس, يبتدي الاسايتس يبقى لوكيوليتد اسايتس موجود في حته معينه في البطن. ممكن يبتدي يبقى عندي زي سيكنس موجود في الاومنتم فبقى انا حاسه تحت ايدي, فممكن الاقي عندي ابدومينال ماسز موجوده في العيانين دول. عشان كده العيان الاسايتس وانا بعمل له اكزامينيشن لو لقيت ان مش البطن مش سيمتريكال والاسايتس موجود في حته وحته لا, او انا حاسس ماسز, ببتدي افكر ان ممكن يكون في سبب اكتر من مجرد ان هو حاجه جنرال, ان تبقى حاجه لوكال كوز. ده اللي كنا بنقوله ان في نوع منه اسمه انسيستد تايب, مش كل التي بي بيرتونايتس هيبقى انسيستد, لكن في انواع منه بتبقى انسيستد ان هي تبقى لوكالايزد في حته. من الحاجات اللي بتعمل كده الاوفيريان سيست والميزنتريك سيست اللي هي ممكن تعمل برضو زي لوكالايزد اسايتس او لوكالايزد فلويد كوليكشن في البطن. الانفستيجيشنز اللي هعملها لعيان التي بي, في بعض الحاجات بلاقيها في كل عيان التي بي, غالبا بلاقي عنهم نورموسيتيك نورموكروميك انيميا او الانيميا في كرونيك ديزيز. الاي سي ار بلاقيها عاليه قوي, ماركت اليفيتد في عيانين التي بي دول, بلاقي ارقام ممكن الاقيها 100 اكتر من 100. التوبركلين تيست بيبقى بوزيتيف في 70% من العيانين. الشيس اكس راي ممكن تقول اللي انا فيه اولد تي بي بس في نسبه 20-30% بس مش اكتر من كده. البروتينيه ممكن الاقي في السونار او الاشعه المقطعيه اللي انا بعملها الاقي بروتينيال سيكنس او اومنتال كيك, او الاسايتس يبقى لوكالايزد او سيبيتيتد اللي هو كان كما لو كان كيس وجواه سيبتمز موجود. لازم ابقى حاطط في دماغي ان التي بي بروتونايتس لازم تتحط في الديفرنشال دايجنوزس باي عيان جاي بفيفر وابدومينال بين وويت لوس واسايتس. التوبيركلوس بروتونايتس كونسيدرد في العيانين ان لما هسحب لهم الاسيتك سامبل دول هلاقي الساك بتاعي اقل من 1-1 عشان انا عندي لوكال كوز, والاقي فيه السيلز ميلي لينفوسايتس, وده مختلف عن البكتيريا البروتونايتس اللي كنا بنتكلم فيها واللي قلنا ان ميلي السيلز بتبقى نيتروفيلز. انا لو لقيت هنا لينفوسايتس فاحد الديفرنشيالز اللي انا احطها في دماغي العيان ده يبقى تي بي. الجولد ستاندرد لعيانين التي بي دول اللي انا اقدر افصل الاورجانيزم واعمل له كالشر سواء من الاسيتيك فلويد او من البروتينيال بايوبسي, ده مش دايما بيبقى سهل, يعني دي مش حاجه سهله ودي بتبقى ميشن هنتكلم عليها ازاي نعمل ده, لكن هو ده الجولد ستاندرد للدايجنوز. الحاجه السنسيتيف 100% لو انا لقيتها مش دايما بلاقيها اللي انا اعرف اخد بروتينيال بايوبسي. غالبا لو انا عيان هو تي بي بيرتونايتس وانا قدرت اشخصه او اشك ان هو تي بي بيرتونايتس وقدرت اخد بروتينيل بايوبسي, دي غالبا السنسيتيفيتي بتاعتها بتوصل ل 100% من العيانين دول.
وقتها كمان ممكن بيتاخد فلويد ويتبعت ويتعمل فيه البي سي ار. والبيوبسي هنا هلاقي فيها الكازييتنج جرانيولوما الكاركترستيك لعيانين التي بي. ده المنظر بتاع اللابروسكوبي لو عيان شاكين ان هو تي بي، وصلنا اللي دخلنا عملنا دايجنوستيك لابروسكوبي، بيلاقي الفلويد كده وبيلاقي النوديولز دي اللي موجوده كازييتنج نوديولز. لما بيتاخد منها البيوبسي بيؤكد الكلام ده وبنسبة 100% السنسيتيفيتي بتاعته. طيب نيجي البيوبسي دي بياخدها من يشوف ابدومين الماس يعني، وياخد منها اللي هو ازاي ياخد من البروتينيه باللابروسكوبي، بيدخل يعمل منظار بطن. اوكي خلاص، في الاخر دي حاجه انفيزيف، واحنا دايما بنخلي الحاجه الانفيزيف في الاخر، لكن ممكن نوصل لها يعني لو قدرنا نشخص قبل ما نعمل حاجه الانفيزيف بنشخص خلاص. ولازم يبقى عندي هاي كلينيكال سسبيشس عشان ابقى شاكك ان العيان ده تي بي وانا مش قادر اشخصه، فاقول لا انا هعمل لابروسكوبي عشان ادخل جوه والاقي. انتوا متخيلين ان انا هدخل العيان واعمل له عمليه عشان انا شاكك ان هو كده او عندي هاي كلينيكال سسبيشس؟ فده بيبقى محتاج ريجوليشنز معينه ورولز معينه عشان نقدر نوصل ونشخص العيان ده. طيب العيانين ممكن اللي هو قول في التي بي، بس هو البيشنت ده مش هيكون جاي لي اصلا عنده يعني التي بي اصلا هيستوري من التي بي؟ زي ما احنا قلنا اللي احنا اللي بيبان في الاكس راي بالمونري بنسبه 20-30% بس. انا مش فاهم ليه النسبه قليله كده، لان مش شرط الاكس راي بالمونري تي بي يبقى جاي كان مانيفيستد قبل كده بالمونري، ممكن يكون عيان كان عنده تي بي وليتنت تي بي، والعيان ده وان بقى ايمونو كومبرومايز لاي سبب وبدا يبقى مانيفيستد ان هو يجي بالجو تي بي. بس قصدي مثلا لو هو واحد ايمون كومبرومايز وصل مثلا ان هو ديستيميتد مثلا تيرشري او كده، فاكيد هيكون مثلا جاله اتاك قبل كده. مش شرط، مش شرط، ممكن تبقى جاته نسبه يعني جات ومزد وما تشخصش. تمام. طيب العيانين الـ HIV الـ related ascites فعليا ما فيش حاجة specific قوي، لكن ده عيان highly immunocompromised، فبنلاقي حاجات غريبة يعني، بنلاقي أسباب مش سهل إن هي تبقى موجودة في حد وتعمل ascites اللي هي بتعمل فيه. مبدئيا في الأول كده العيان دون لو هو جاله HCV أو جاله BV او جاله حتى سايتوم جاله فيروس، عندك بيديتيريوريت بسرعه جدا، نلاقي الموضوع بروجريسيف وبدا يدخل في ليفر سيل فيلير انه تايم، فيبتدي النورمال كورس بدل ما هياخد له سنين 20-25 سنة عشان يدخل في ليفر سيل فيلير يحصل معاه الكلام ده بسرعه جدا. العيانين دول ممكن بيبقى عندهم ديسيمينيتد فانجل انفيكشن يعمل اسايتس. الكابوسي ساركوما من الحاجات اللي هي انتوا عارفينها بتحصل في الـ HIV، ممكن تحصل بروتينيه وتعمل اسايتس. ليمفوما ممكن تعمل اسايتس، ممكن يحصل كايلس اسايتس في عيانين التي بي، حاجه نوت انكومن يعني. وايفن حتى ممكن سترونجلويدس تعمل في العيانين دول تعمل اسايتس، لان بيبقى اي اورجانيزم ممكن يعمل حاجات ما نتخيلش خالص انها ممكن تعملها في عيانين التي بي دول. طيب يا دكتور معلش، ممكن تاني ازاي بيحصل رابيد بروجريسيف ليفر سيل فيلير؟ لان انا عندي عيان كومبرومايزد، ده عيان اميون كومبرومايزد، مفيش خالص اميونيتي. فعموما اي انفكشن بيحصل، انتوا عارفين تي بي بيحصل ثلاث حاجات، العيان الاتش اي في الكورس اللي موجود بيبقى بروجريسيف، وممكن ديزيزز اصلا اورجانيزمز ما تعملش انفكشن تعمل له هو انفكشن، وممكن دي اورجانيزمز بتعمل انفكشن فيري مايلد معاه فيري سيفير، يعني يجي سي ام في يعمل اكيوت هيباتايتس ويعمل له فالمنت هيباتايتس خلاص. هو في العادي ده صعب يحصل في عيان اميونو كومبتنت، يجي نلاقي العيان ده عنده بارازيتك انفكشن عادي وتلاقيه بقى ديسيمينيتد والعيان يموت منه اصلا. فلما العيان بيبقى عنده هيباتايتس عادي والعيان ده اميونو كومبرومايز، كل حاجه بتبقى بروجريسيف، بيحصل بسرعه نفس الكورس بتاعها لكن بشكل اسرع، فبيبقى عرضه اكتر ان يدخل في ليفر سيل فيلير ويجيله اسايتس. طيب المالجننت اسايتس ده من الحاجات اللي بتيجي زي ما قلنا اللي ممكن تيجي في البروتينيوم وتبتدي تعمل اسايتس. عايزين نبقى عارفين بس الاوفيريان هو اكتر حاجه ممكن تعمل ده، فانا لو عندي اي فيميل وعندها لوكال اسايتس لازم ابتدي افكر في الاول وانا بفكر في الحاجات ان تطلع حاجه اوفيريان كانسر، خلاص هي اللي عامله ده. بعد كده في ديفرنت تايب اوف كانسرز ممكن تعمل ده، حاجات البروتينيوم كلها ممكن تعمل بروتينيال تيومرز، وزي ما قلنا حاجات الليفر وحاجات الكولون وحاجات الاستومك ممكن تعمل لوكال اسايتس. وقتها زي ما كنتوا بتتكلموا بقى على السامبل اللي بتتاخد السيتولوجي ممكن يفرق معانا وقتها. دكتور ايه الكاب اللي كان في السلايد اللي فات فيه كاب مكتوبه كده 8% اللي على اليمين؟ طيب هرجع واقول لكم.
طيب. طيب في بعض الرير كوزس اللي ممكن تعمل اسايتس زي ما قلنا ساركويدوزس. ساركويدوزس من الحاجات اللي بيعمل ليمفوسايتس برضو زيه زي التي بي. الاف ام اف فاميليا ميدجينيوم فيفر فيلاريزيس اندومتريوزس اوقات ممكن تعمل اسايتس والديفرنت تايب اوف فاسكولايتس ممكن تعمل اسايتس. نيجي بقى للايه للزيتون ازاي نابروتش العيانين دول ونجمع الكلام اللي احنا قلناه ده. طيب انا عندي الساج اقل من 1:1 واحنا بنفكر ان احنا كده عندي ده لوكال كوز اوف اسايتس. بشوف الاسيتيك فلويد بروتين اقل من 2.5 ده غالبا عيان عنده هايبر البومينيميا ممكن يبقى نيفروتيك سندروم او زي ما قلنا حاجات اللوزنج انتروباسي. طب الاسيتيك فلويد بروتين عالي زي معظم العيانين بتوع الساج اللي هم اقل من 1:1 بشوف الاسيتيك فلويد سيتولوجي والسيل كاونت. لو ايزينوفيلز بريدومينانت هفكر في الفاسكولايتس وبعض حاجات اللي هي الايزينوفيليك بريتونايتس بس مينلي الفاسكولايتس ممكن تعلي الايزينوفيلز. لو نيتروفيلز بكتيريا هيبقى بكتيريا برايمري بقى ولا سكندري هشوف الاسيتيك فلويد واشوف الاكس راي ابدومين اتاكد ان مفيش حاجه سيرجيكال وابص العيان ده في اي حاجه ممكن تبقى سكندري بكتيريا ولا لا. لو انا عندي ليمفوسايتس بريدومينانت هبتدي اشوف الورك اب بتاع التي بي والتي اس اتش. الهايبوثايرويديزم من الحاجات اللي ممكن تعمل ليمفوسايتس بريدومينانت اسايتس. لو انا نيجاتيف يعني انا عملت اللاب بتاعي ما قدرتش والاكس ريز والسي تي وما قدرتش اثبت ان العيان ده تي بي خدت شفت التوبركلين تيست والادينوزين دي ماينيز ما وصلتش وقتها ممكن اعمل لابروسكوبي اعمل لابروسكوبي واعمل بايوبسي خلاص. بالذات لو انا عندي حاجه سجستيف لو انا عندي سي تي بتقول لي ان انا عندي شويه بروتينيال سيكنس والليمفوسايتس ميلي بريدومينانت في الاسايتس العيان عنده شويه فيفر ويت لوس وتوكسيك سيمتومز هفكر في ده فده هيلي سسبيشس وقتها ممكن ادخل اعمل لابروسكوب. دكتور هو لو البروتين قليل اقل من 2.5 ممكن يبقى سيروزس كمان بس ولا بالظبط هيبقى اعلى هيبقى اعلى من 1:1 هيبقى اول حاجه انا من الساج هنا تمام صح. دكتور هو ايه الايزينوفيلج العموما الايزينوفيلز بتعلى في بعض الحاجات الاوتو اميون وبتعلى في حاجات الانفكشس او البارازايتس خلاص عموما يعني في الطب انت هتلاقي الكلام دوت. ففي بعض انواع الباسكولايتس بيبقى معاها ايزينوفيليك بريدومينانت اسايتس زي ما احنا قلنا الباسكولايتس ممكن من الحاجات اللي تعمل اسايتس. في حاجه اسمها هايبر ايزينوفيليك سيندروم ممكن يعمل اسايتس خلاص فهي في الاخر انت عارف قول معلش هو مش المفروض لو التوتال بروتين اقل من 2.5 في الاسيتيك فلويد يبقى الساج بيبقى اكتر من 1.1 عشان احنا بنعمل حسب السيرم حسب السيرم قلبه من كام انت في الاخر هي ريليشن بين الاثنين خلاص اوكي. طيب لو انا بقى جيت على الكلينيكال السسبكت انا خلاص انا عندي ده لو انا همشي من الاول انا جاي العيان سسبكتد ان هو اسايتس وكلينيكالي وعملت الالترا ساوند والدوبلكس والبيز لاين انفستيجيشنز وخدت الاسيتيك سامبل بتاعتي. الاسيتيك سامبل بيزد احنا قلناها في الاول هي لونها شكله عامل ايه فهبتدي اتحرك ازاي. هي سيرس فانا شايف ان دي غالبا بكتيريال لا ده انا شكلها ميلكي فدي ممكن تطلع كايلس فابتدي امشي في القصه دي. دي لونها هيموراجيك دي لونها براون فممكن تطلع بايلس. طيب كايمجنج بقى لقيت عندي اسايتس ويز سبيسيفيك فايندنج يعني في السونار بتاعي بدا او السي تي بتاعتي بدا يقول لي ان انا عندي شويه حاجه اوفيريان سيست او اوفيريان ماس. هبتدي افكر وقتها ان انا ممكن يكون عندي جاينيكولوجيكال كوزس او حاجه مالجننت كوز هنا تبقى هي اللي عامله الاسايتس. بدا قال لي ده انا عندي شويه اومنتال سيكنس او ليمف نود ميزنتريك ليمف نود ده انا هفكر كده ده ممكن يطلع الكلام ده تي بي فهبتدي افكر ان انا اخد بايوبسي او اعمل لابروسكوبي. بدا يبان الصوره اللي انا لا ده انا عندي العيان دون في هيباتيك كونجيشن ده شكله فيه ليفر سيروزس هبتدي انفستيجيت اكتر. انا هنا ما بتكلمش الساج بتاعي بقى خالص عامل ازاي انا جاي العيان بقى سايتس من الاول فممكن يطلع اي سبب هبتدي اشوف انا بقى في مشكله هيباتيك في مشكله كاردياك هعمل ايكو هشوف بقيه الليفر فانكشن بتاعته عامله ازاي.
طب لو انا طلع عندي الايمجنج ما ادتنيش حاجه، ما قالتليش خلاص انا اي 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 داتا، فانا ببتدي امشي عادي بقى في الويت بتاعي اللي انا همشي بيه، اللي انا هشوف الاسيتك سامبل وهشوف الساج بتاعي، ونبتدي نشتغل على السلايد اللي هي موجوده قبلها. شكرا جزيلا، اتمنى ما اكونش طولت عليك. دكتور عندي سؤال مثلا، انا مش فاهم يا دكتور ازاي الهايبوثايرويديزم يعمل الليمفوسيتك اسايتس، ولا هي دي حاجه تبع ديزيز الهايبوثايرويديزم يعني حاجه كده؟ هي الهايبوثايرويديزم ممكن يعمل اسايتس، الهايبوثايرويديزم في الادفانسد ستيجز بتاعته ممكن يعمل اسايتس. من الكاركترز بقى بتاعه الاسايتس اللي هو بسبب الميكسيديما او الهايبوثايرويديزم، انت هتاخده طبعا اندوكراينولوجي الكلام ده ممكن هيحصل ازاي. الكاركترز بتاعته، احد الكاركترز بتاعته انه بيبقى مينلي ليمفوسايتس بريدومينانت. دكتور رضوى، دكتور هو الالجوريزم الاخير ده هو انا ازاي اللي يعني انا مش مفروض ان انا باخد سامبل دي من اول حاجات اللي انا بعملها، يعني انا ازاي مفوتها مثلا سامبل ايه؟ ايمجينج بس من الاسايتس. انا شفت العيان عملت له اكزامينيشن وخدت السامبل بتاعتي اللي انا بعملها عشان اشوف، وبشوف بعمل الالترا ساوند، انا الالترا ساوند بتاعي ده من الحاجات البيز لاين زي اللاب انفستيجيشن. بص هنا مكتوب ايه؟ بيز لاين لاب انفستيجيشن واسيتيك سامبل والايمجينج بتاعتي ده كله بيزك. يعني انا ممكن يعني لو جاي لي بيشنت اسايتس ممكن افوت السامبل واعمل له ايمجينج الاول وامشي في اعمل الاثنين. انا جالي العيان اسايتس، عملت له اكزامينيشن، خدت السامبل، طلبت له اللاب الروتين بتاعي وعملت له السونار. هل لازم اعمل الثلاثه دول مع بعض؟ تمام خلاص، كل حاجه بتجايدني بقى. انا خدت السامبل دي اول ما سحبتها لونها عامل ازاي، هشوف هطلب جواها معامل ايه، هطلب روتين بس ولا هزود معامل من الحاجات اللي بطلبها فيها. خلاص وكده كده طلبت له اللاب بتاعه، اشوف عنده هايبر البومينيميا ولا لا، الليفر فانكشن بتاعته عامله ايه، الدنيا عامله ازاي، وبشوف الايمجنج بتاعتي وبكمل الصوره. يعني الالجوريزم هنا بس تارجتنج ان انا اشوف الايمجنج بس يعني. الجزء ده احنا بنتكلم عن الايمجنج، احنا الجزء ده احنا اتكلمنا عليه قبلها. خلاص انا في الاول انا هنا بعمل الحاجه دي وباخد الاسيتك سامبل بيزد فايندنج اللي احنا اتكلمنا عليها في الالجوريزم اللي فات. بان عندي اسيتك سامبل بيزد فايندنج وعندي ايمجنج بيزد فايندنج. دكتور الايمجنج هنا اللي هو الالترا ساوند صح؟ انيشيالي بيبقى الالترا ساوند، بس ممكن اعمل سي تي بعد كده، بس انيشيالي بيبقى الالترا ساوند. تمام دكتور، كان عندي سؤال. اتفضل. حضرتك قلت في الاول ان انا مثلا لما اجي اعمل السامبلنج دوت في التابنج مثلا بشوف الاي ان ار بتاع البيشنت. تمام. المفروض ان الاي ان ار يبقى اعلى من 2.5 ولا اقل من 2.5؟ طيب الامن ان يبقى اقل من 2.5، اعلى من 2.5 هي ديبيتابل. لو انتوا عايزين تعرفوا معلومه احنا في الاخر ممكن بنعمل هي اعلى من 2.5 لو انا داخل بنيدل بس مش داخل بكتيل ولا داخل بتروكر تخين، لكن لو انتوا عايزين تبقوا انتوا معلومه خلي معلومه عندكم، لا لو اكتر من 2.5 المفروض اعمل لها كوركشن الاول. دكتور لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. بالنسبه للاوفاريان سيست لو حصل لها رابشر ممكن تعمل لي سكندري باكتيريال بيرتونايتس عكس الاوفاريان كانسر ممكن تعمل مالجنسي اسايتس بقى ولا ايه؟ انا اي كوليكشن حاصل في البطن بسبب رابشر فيسكس زي اللي كان موجود او بسبب اي كومبليكيشن ممكن تعمل ده. المشكله هي النقطه الاوفاريان سيست اوقات بيبقى فيه زي فانكشنال سيست بتحصل وبيحصل لها رابشر وبيبقى فيه كميه قليله من الفلويدز، وده ممكن بيبقى اكسبتد وبتبقى ابزورب. لكن لو انا عندي اي فلويد كوليكشن بسبب تاني ممكن يحصل عليه سكندري باكتيريال بيرتونايتس. طب الاوفيريان كانسر ازاي بتعمل بقى بيرتونايتس؟ او لان في بروتينيال افكشن، انا عندي تيومر موجوده واتاتشد عند البروتينيه لوكال كوز. تمام شكرا يا دكتور. ماشي شكرا شكرا جدا. ماشي شكرا يا شباب. يلا ينسى. مع السلامه.